السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا اتأخرت عليكم، انا عارف اني اتأخرت عليكم، بس معلش عشان كنت بظبط المظابيط كده. يعني ايه بظبط المظابيط؟ بشوف ايه الحاجات اللي بتحصل في السوشيال ميديا واليوتيوب والحاجات دي عشان اطلع اتكلم عنها، يعني عشان اطلع كده. بس يا ريت بقى قبل ما ادخل على الفيديو، يا ريت ما تنساش، او يا ريت ما ننساش، او يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله وتقولوا لا اله الا الله. ويلا بينا نطير على الفيديو. السلام عليكم، ازيكم يا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا اتاخرت عليكم، عارفين ليه؟ ليه؟ انا هقول لكم ليه، انتوا اكيد ما تعرفوش، فانا هقول لكم ليه. انا اتاخرت عشان كنت بشوف ايه الحاجات اللي بتحصل على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا والحوارات اللي بتحصل، والناس اللي بتحب الشهرة والناس اللي بتحب الفلوس فبيعملوا ايه. فلا استنتجته او اللي طلع معايا كذا حاجة، كذا موضوع. هنتكلم في اول موضوع عن في واحد كان متجوز طبعا، فمراته توفت، فكان عايش مع اهل مراته وبيتعاملوا معاه كويس وولاده كويس وكل حاجة. فجأة بعد فترة، يمكن بعد 4 شهور ولا حاجة، اختفى. فالناس كلها قعدت تسأل فين فلان فلان فين فلان فلان، محدش يعرف. في اللي طلع وقعد يقول ده اتجوز، ده مش عارف سافر، ده مش عارف راح فين، ده راح فين راح فين. فيقوم ايه فلان بعدها بفترة يقوم طالع يظهر، كنت فين يا عم؟ اصل حزين على مراتي، انا اكتر واحد حزين على مراتي. يا ابني دي حاجة معروفة في القاموس العالم كله، عمر ما الزوج او الزوجة بتفضل حزينة او حزين على مراته طول عمره، غير قليل قوي، نادر نادر جدا. حلو. وبالامارة بان انت ما كنتش سألت ابنك وقلت له لو عايز، يعني لو انتم مش محتاجين حد ياخد باله من بنتكم من اختكم فلانه، طب عايزين مش عايزين حد عشان يبقى يصرحها وكلام من ده. حتى لو بهزار ما ينفعش تتكلم مع اولادك في وقت زي ده، وبعدها بشهرين، او حتى بعدها ب4 شهور، ما ينفعش. حلو. هو من حقك انك تتجوز، ومن حق اي زوج مراته توفت انه يتجوز، ومن حق اي زوجه جوزها توفى من حقها تتجوز. محدش يقول لا طالما في الحلال خلاص، بس في اوقات بتختارها صح. دي حاجة. الحاجة التانية، انت طلعت على اليوتيوب في برامج مع ناس وقعدت تتكلم وتقول ده فلان قفل لي القناة، ده فلان عمل لي بعت لي انذارات على القناة، ده فلان اخد مني القناة، ده فلان. مفيش حاجة اسمها تطلع تقول فضايح نسايبك او فضايح قرايبك او فضايح اهل مثلا مراتك، ما ينفعش. في حاجة اسمها البيوت اسرار. زي ما انت مثلا شايف فيهم عيوب، هم اكيد شايفين فيك عيوب ومداريينها مثلا ومخبيينها مش قايلينها. انا ما بحملش الحمل عليه هو بس، لا، وحتى هم كمان المفروض ما كانوش سابوه مثلا يروح لحاله، لا انت خليك معانا وخليك ومالكش دعوة بالاولاد، احنا ناخد بالنا منهم، وحتى انت واحد مننا هناخد بالنا برضك منك. ولو يا ابن الناس عايز تتجوز اتجوز، مش هنقول لك لا، لكن هم دول غلطانين وهو غلطان. فانا عايز اعرف ليه اليوتيوب او السوشيال ميديا عامه بقت مكان للفضايح؟ يعني ما بقتش الناس بتفكر صح، بقت الناس عايزه بس تتشهر وتتعرف ويجي لها ارباح ويجي لها فلوس وكلام من ده. بقت ليه؟ اولا لو الواحد مش عامل فيديو عشان مثلا ارباحه، يوقف ارباحه. انا يقول مثلا انا يا جماعه الارباح بتاع الفيديو ده مش هاخدها، انا مش عامل مثلا الارباح بتاعتي مثلا، عشان يعرف فعلا الناس ان هو مش عامل الفيديو ده عشان ارباحه مثلا. انما كلهم يجوا يعاملين ايه، يقوم طالعين يقعدوا يتكلموا كتير كتير كتير، واحنا مش عارف ايه، واحنا واحنا واحنا، وكل ده عشان ارباح الفيديو. طب ايه يا جماعه، انتم بتفكروا ازاي؟ طيب يعني انا عايز اعرف انتم بتفكروا ازاي. ده اول حاجه، يعني ده اول موضوع هنتكلمنا فيه. هو الموضوع ده اصلا مخلصش لسه، انا لسه، بس انا من وجهة نظري كان المفروض اللي يحصل ان هما يروحوا عنده او هما يبعتوله
ويروحوا يقعدوا مع بعض ويتكلموا يا فلان ما ينفعش اللي حصل ده. وبالنسبة الابن برضك فلان اللي ينزل البوست برضك ما ينفعش انه ينزل بوست زي كده حتى لو في لحظة غضب. بالعكس المفروض الواحد يسيطر على غضبه وقت ما يكون غضبان، يسيطر على الغضب بتاعه، ما يجيش ويقول اي حاجة، لا يحاول بان هو يعني يحافظ شوية او يداري، او ما يجيش يفضح حد، يصنع فضيحة واحنا بنقول يا رب استرها معانا. فده اول موضوع صراحة اتكلمت فيه، لان انا اصلا يعني الحاجات اللي زي دي ما بحبهاش، لان اليوتيوب دوت اصلا معمول او السوشيال ميديا معمولة يعني معمولة اساسا عشان اللي عنده مثلا موهبة، اللي عايز مثلا يعمل مثلا حاجة يفيد بيها الناس، يعرف الناس معلومة الحاجات دي. انما الناس دلوقتي بقت عمالة تنزل اي هبت في اي هبت وخلاص، عمالين ينزلوا اي حاجة في اي حاجة وخلاص، يعملوا اي حاجة وخلاص، عايزين شهرة وفلوس. تاني حاجة هنتكلم فيها، في واحد مراته حامل وفي المستشفى، يعني مراتك حامل وفي المستشفى، يعني المفروض على الاقل تخف في التصوير شوية وما تقعدش تتكلم كتير، مثلا تقول دي تعبانة ادعوا لها، على الاقل اطلع اقول مثلا ايه يا جماعة مراتي مريضة ادعوا لها ربنا يقومها بالسلامة ويشفيها ويقومها هي والمولود بسلامة وكل حاجة. انما ده لا، مراته ادوها حقنة ونامت بيصور، مراته تعبانة ومش قادرة تتكلم يصور، مش عارف مراته فين تعبان يصور. هي يا جماعة خلاص الشهرة والفلوس خلاص عمدتكم عن كل حاجة في حياتكم، يعني خلاص عايزين شهرة وفلوس. على فكرة ممكن الفلوس تدخل عليك بالنعمة او بالنقمة، يعني والشهرة دي مش كل حاجة برضك، يعني الشهرة دي مش كل حاجة. فانا ليا رجاء بالله عليكم، اللي يعمل محتوى يعمل محتوى كويس، بلاش نعمل محتويات عشان نعرف الناس ان احنا ايه، خلاص بان احنا بقى يعني الناس اللي هي ايه ما بتجريش ورا الفلوس ورا الشهرة ولا الحاجات دي. لا، حاجة معروفة ان يعني انتم بتجروا ورا الشهرة ورا الفلوس. فانا بتمنى من الناس ان هي تعمل محتوى يكون كويس، وانا قلت الكلام ده اكتر من 20,000 مرة، اعملوا يا جماعة محتوى يليق بالناس، يكون محتوى يفيد الناس، حاجة تكون كويسة تنفع الناس. فانا مش هكتر عليكم، انا طلعت وقلت اقول لكم الكلمتين دولت واقول النصيحة ديت اللي هي داروا على شمعتكم تقيد، البيوت اسرار، واي مشكلة تحصل ما بين حد سواء كان واحد وزوج وزوجته مثلا، ما بين حد اي حد وعيلته مثلا، اي حد وقرايبه، ما يجيش يقولها على الملأ، يعني هقولها لكم بالبلدي، ما تنشروش غسيلكم الوسخ على الناس، خلوا فضايحكم بعيدة عن السوشيال ميديا وعن الناس، ما تطلعوش تقولهم ايه انتم محلتنا، لازم تعرف في حاجات لازم تتعرف، في حاجة بتتعرف وفي حاجة ما بتتعرفش. يعني الحاجات اللي تخص مثلا المشاكل العائلية، المشاكل الأسرية، الحاجات دي ما تتعرضش على السوشيال ميديا نهائي، ده المفروض. يعني مش انا اللي بقول، دي حاجات مقولة من زمان معروفة، البيوت أسرار، مش هقول أكتر من كده. ويا رب الفيديو يوصل لناس كتير عشان يعرفهم بجد ان المفروض يعني مش كل حاجة تتقال، وياريت كله ياخد باله من المحتوى اللي بيعمله والمعلومة اللي بيقولها للناس والحاجة اللي بتفيد الناس، علشان مش عايزين مشاكل اكتر من كده. وياريت يعني نعمل حاجة تليق بالمحتوى بتاع صاحب القناة، منشئ القناة او المنشئ المحتوى تليق بيه وتليق بالناس اللي عنده. بس اقول لكم حاجة، ياريت كلنا نعمل زي ابو فلة، ياريت ناخد كلنا ابو فلة قدوة لينا، شفت ابو فلة عمل ايه، ياريت كلنا نعمل زيه. بس مش اكتر من كده، وكلكم خلي بالكم من نفسكم ومن اولادكم، وخلوا بالكم وخلوا بالكم من اولادكم كويس قوي، تمام مفهوم، ماشي ماشي. يلا اقول لكم موفقين جميعا، واستنوا فيديو ان شاء الله، ان شاء الله بكره، بكره هعمل لكم فيديو بكره، يعني ده هنزله النهارده وبكره ان شاء الله هعمل لكم فيديو باذن الله، وبعده ان شاء الله فيديو، ماشي ان شاء الله. فبس هقول لكم يلا باي باي.